احترمت وترى شويه فهمت المهم بتبيع راه حيت اول مره باقا ولا تاعنا حتى الاخر والله حتى بوحدها عندي ماشي واش فيه المهم انهم تتبعينا ما بنت في الفيديو ازاي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته المتتبعين ديالنا كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي كما كتشوفوا اليوم فيديو جديد ان شاء الله مع حفصه ها هي ان شاء الله جات اليوم تقدم لكم واحد الشيوات من يديها نعطيو شي تحيه لتيتيش ولا حفصه ولا رشيده اللي بدا فيكم الله يسخر ماشي مشكل السلام عليكم مشاهدين ديالنا لاباس عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ان شاء الله فرحانين وناشطين كما كتشوفوا معنا اليوم الروتين في الكوزينه ديالنا كما متعودين ديما اختي حفصه كانت وعدتنا وعدت عمي انا غادير لنا خبيزات بالكفته يعني مخمر ياك مخمرات بالكفته قولي اختي مخمرات ماشي مخمر اه كتبغي تعوجي لنا الكفته راه الوالدين انا كنت مخمر كنت مخمرات مخمرات راه الوالدين حفصه انت كتشوف اخويا ياسين كتعايرنا شي تحيه حفصه للمتتبعين ديالنا المتتبعين ديالنا كي دايرين لاباس عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اول حاجه شكرا لكم بزاف اللي قال شي كلمه في حقي شكرا لكم بزاف ولا لفتكم علينا كما وعدتكم البارح وعدت عمي غنقدم له دوك الخبيزات معمرين صراحه كيجيو زوينين نتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا ويعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله ان شاء الله اول حاجه بلاتي بعدا اول حاجه نعطيو رشيده التحيه نسيتيها والله العظيم السلام عليكم خوتنا المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ورمضان مبارك سعيد كل نهار غنقولها لكم ان شاء الله السلام عليكم المشاهدين نوما مشتجا لاباس خوان صحيح على باس مني غتجي بخير وعلى خير تحيه كبيره للريافه فين ما كانوا تحيه ريافه نوما نيمجان شكرا خد تشجيع داي تقام شكرا خد دعم تقامي قناه محبوبه الله يحفظكم والله يجعل سيدي ربي ان شاء الله تجيو المغرب وغنتشافوا انا مزار ان شاء الله انا مزار كنخلص العربيه مزيان اختي رشيده مزيان هكاك باش كلشي يفهمنا ان شاء الله ان شاء الله غدا تنغى المغرب مرحبا بكم والف مرحبا انا مزار في سبيل الله وشكرا بزاف بزاف الله يحفظكم والله يكثر خيركم والله يكثر من امثالكم يا ربي امين ونبداو مع حفصه خويا فيصل اليوم راه مستعد دابا صافي حصلتي معنا ستاج هذا اول ستاج كنتي وراي كنتي واش غتقول دابا شويه هادشي اللي انتم كتضحوا فيها هنا قدام الكاميرا لا 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 افتح تبارك الله عندها العقل يعني ذكيه اي حاجه علمتيها لها كتستوعبها والحاجه اللي شفتنا في الدار كنديروها كنلاحظها غد اللي كدير بحالها وكتمشي على داك الريتم اللي غاديين عليها انا ورشيده وتبارك الله راه ما شاء الله عليها يعني لا يعني تبارك الله الا كانت حفصه عروسنا غتكونوا موالمين معاها لا لا الحمد لله اكثر من شي حاجه سميتها موالمين خواتات الحمد لله الحمد لله تبارك الله ودابا نبداو مع حفصه شنو عندنا حفصه بالنسبه ديال العجين ديالنا نحتاج شويه ديال الفورز وشويه ديال الفينو هنا شويه ديال السكر ثاني دغيا باش تحمر لنا شويه ديال الخميره المعجونه وشويه ديال الملحه اييه يعني عجينه عاديه وهنا بالنسبه للحشوه عندنا جوج حبات ديال البصله كبار مش البيض جوج حبات ديال الفلفله مقطعين رقاق هنا خزو محكوك ولا مطحون ولا يعني ركزي محكوك ولا مطحون كيما كان هنا عندنا الكفته يعني على حسب الرغبه اللي بغى يعمر بالكفته او لا الشحمه او لا طريفه ديال الدجاج يعني كيبقى لكم الاختيار ولا ما يديرهم بلاش يديرهم بلاش حتى بالخضره كيجيو زوينين الخضره ولا الطون ولا اللي كان هنا عندي معلقه صغيره ديال البزار الملحه على حسب الذوق ملعقه صغيره ديال الكمون ملعقه صغيره ديال التحميره مع مراش والهريسه على حسب الذوق هنا انا مريم الدار كيبغيو الهريسه كيبغيو الحار هنا الربيع وهنا الزيتون مقطع تبارك الله عليك وهنا غنعجنوا بعدا العجينه ديالنا وغنخليوها تخمر شويه بلاتي عاد غنقدموا ان شاء الله الحشوه وخليكم معنا ان شاء الله خوفا من التقديم يوم الصباح وهي كتحمر عندنا هنا المقادير هنا صح بداتهم كامل يلا حسابي ما تساليش ان شاء الله يا ربي ونكمل معاك صافي يا ربي مرحبا والمتتبعين ديالنا شوفوا الطريقه اللي درت حفصه تبارك الله راه غيجي داكشي زوين ان شاء الله يا ربي ونتمنى يقبلوا عليا اول ستايل ان شاء الله يا ربي قابلين هذيك ربي يخليك ان شاء الله واحد النوبه ياسين كنت يلاه جيت عندهم ماني نضر
ودرت لهم واحد الدواز ودرت لي بطاطا ودز عليا داك النهار كحال مع عمي بقى كيقول لي عمي واش دابا فين البطاطا تنقول له كاينه عمي غير تما داك عمي هذا واش الدواز ولا بصارة والله قسم الا كلاو ضاحكين وضحكنا اكثر ما كان الدواز زوين صافي وصلتي انا خويا راه العجينه ديالي دكتها مزيان وخليتها تخمر ليا انا غطيتها شويه على ما تخمر ضروري ما تخمرها حتى ضروري باش تجي زوينه ايوا ان شاء الله يا ربي دابا حتى تخلطي داك المكونات ضروري تبارك الله الا شهيتينا حساب الله مابقاش يود ان شاء الله باش ناكلوه انا درت في مقله شويه زيت العود او زيت الزيتون يمكنكم تعوضوها بزيت اليسير يعني كل... زيت العود ولا زيت الزيتون هي هذيك زيت العود واش كيقولوا لها لا كاين اللي كيقول لها زيت العود كاين اللي كيقول لها زيت الزيتون برافو عليك احسن ها واحد النصيحه اللي قالتها لكم احسن يا الله حسن الله بركة الله نعم نعم هيا حسن الله هذا ما تقول اختفى ما حقاش بارك الله عليك تشحر شوية وغنضيف لها خبزة تاوية تشحر وفلفلة من بعد عاد غندير لهم الكفتة والتوابل إن شاء الله يا ربي إن شاء الله دابا حسن تحرق البصلة هي الأولى شويه البصله عاد نديروا لها خيزو والفلفله ان شاء الله وتحرقوا معاهم والباقي الباقي عاوتاني عاد ندخلوا الكفته على ما يتحرقوا شويه يدخلهم الطياب وندير التوابل ان شاء الله الزيتون مقطع حتى الاخير حتى كنحيدوا الحشوه ديالنا من فوق البوطه ان شاء الله يا ربي شنو كتحطي تماعيناتي ما غطيت والو انا غير شويه تكتوكه درتها في الكوكوت كتجي ساهله وكتجي سريعه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت اختي رشيده شنو كدير الحمد لله صافي باش نمشي نطيب لك الخبز. راشده قلتي لي اختي انا راه قدا عليك صيام. هاد النهار شويه. حسيت بك اختي شويه هي انا. هاد شويه والله الا صحتو اليوم بديتو لنا داك الليمون وخيزو. داكشي حنا بدنا درنا لافوكا هاد النهار عمي والدراري قالوا لك صافي كرهنا داك الليمون. والله اختي دابا ياك الحاج باش كتبقى تطول عليها كتطلع في الراي. بصح. وعندنا شويه د الحوت هنايا كيما كتعرفوا ماني نبدا كيحمقوا على الحوت شرملت شويه الحوت. ومع شويه كما تقوم ديال تكتوكه وخبيزات معمرين هذا هو فطورنا والحريره والحريره من طبيعه الحال هذه اللي ما كتخطاش اي طبله مغربيه وكما كتشوفوا الا تسمحون على هذا الروينه راه غير بحال قلت الخضره ديالنا اللي جاب خويا حسن وكما كتعرفوا في هذه الايام ضروري ما خصكم توصلوا الخضره وتقنوا الغسيل ديالها حيت راه ممكن اي حاجه تقدو تصدفوا هكا في الخضره الله يستر والله يحفظ جميع المغاربه وكنقدم تحيه للناس الجزائر والناس التونس وجميع الجاليه المغربيه على راسنا نيسان وانت وحسن دابا رميتي حتى خيزو ياك انا رميت خويا خيزو اييه تبارك الله داكشي هانتوما المتتبعين داكشي راه جاي غزال باينه ربي يخليك هانتوما حصايا غدير الفلفله دابا تبارك الله ومن بعد حصل الكفته من بعد الكفته وندير خويا التوابل ان شاء الله الجزر والتحميره والملحه والكمون وشويه د الهريسه والربع وما رجعتش ان شاء الله لا 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 تشوفوا ان شاء الله في عمرهم وطيبهم ضروري ان شاء الله ان شاء الله يا ربي مروين متبعين ديالنا كلشي شوفوا الكاميرا دابا نبقى دابا نبقى وقعيكم هكا تدير التوابل كاملين غادي ان شاء الله غادي ان شاء الله غير تخلي هادشي تشحر وغادي تضيف عليه الطبزيره والربع والكفته والزيتون كلشي تما كلشي ولكن الكفته حسن باش تحطها كامله وتحطها ضواوة لا كامله هكاك راه المهم تبارك الله راه ما خفات عليهم حتى حاجه حتى احترمت وترى شويه خلات اسمحي لي تبيع راه ولا حيت اول مره باقا مولفات والله العظيم باقا ما مولفات داكشي علاش بشويه بشويه اختي حصا قولوا تابعونا المشاهدين ديالنا حتى الاخر ان شاء الله ان شاء الله يا رشيده مسكينه ما بغاش تطحن باش ما ديرش واقيلا الصداع ما بغاش عليكم الصداع هيا رشيده ما بغاش تطحن ما درتش لعمي العصير داكشي اللي كاين عندك الحق اختي رشيده رشيده ما باش ديماري ليمونينكس باش ما تصدعناش داك زعما في التليفون ولا المهم انا نخلي اختي رشيده تحنى العصير وحفصة بما تسالي ان شاء الله ايوا وتابعونا ان شاء الله حتى نضيفوا الكفته والتوابل ديالنا ان شاء الله ونوريكم طريقة هذه العماره ان شاء الله يا ربي شي حفصة فين وصلتي؟ يا انتم المتبعين ديالنا كما كتشوفوا كملت الحشوه ديالي درتها في البردات اييه هي
داكشي بنينه ديالي خمرات وكورتها كتشوفوا مي عادي ما صلاح حصاني ميسان ودابا غنعمروهم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. اختي رشيده مسكينه راه غاده تمشي طيب الخبز الفوق. انا قتلني الضروس طلع اي والله العظيم مسكينه راه عذبناها والله العظيم. اسمحي لنا اختي رشيده انا خويا ما بقاش طلبنا الخبز الا بغيتي تسمح لك وانا ما درتش حالي رشيده خبز شكون غيديروا لي انت بعدا راكي واحده هنا ورشيده بعدا مسكينه كتعرف الصايب وهذا الواحد كيدير الفوق داكشي اللي كاين اختي رشيده شويه د النهار الحراره شويه تقلبنا شويه د النهار صح ايوا حسب ياسين المتبعين ديالنا يحاولوا ما امكن ما يكثروش الزيت في العجينه ديالنا باش انها ما تحلش في التكراس ديالها. كي ديروا راه حسب وريهم اييه انا نديروا غنقرصوها من الجناب وغنخليوها شويه غليظه من الوسط اييه ندير لك عمي كثري لو كيبغيو معمرين اه مرحبا اش قال لك عمي حسب ديالي لا قال معليش معليش قالها ديالي عمريها غير بالكفته بوحدها نسيت ماشي واش فيه المهم غنعاودو تبعي الا ما بنت في الفيديو الجاي عفوا راه نمشي عفوا بلي عمي حيها علينا عفوا راه مسكين تا هو راه قدام الدار مع الوليدات ومي كذلك خاصها مع شي زرع غير اسمحوا لنا والله تما ملي كتكونش في الفيديو كيقولوا لنا كيجيش الكمول اييه مسكينه حاصله مع الزرع الفوق والله ما سرينا نعاونوها. يلا ولا سلام صح صح. ايه. بارك الله عليك حفصة. ايه. وباش كتعرفيهم الخمروا حفصة؟ كيطلقوا لك البويقات. كيطلقوا البويقات وكيتنفخوا. اه سبحان الله العظيم. تيتيش راه واحد مع الحوت. ويا. اتيتيش. نعم. تبين حمقاتهم الشوربة ديالك. ان شاء الله دابا نتشاركها معاهم. قالك الشوربة عجباتهم. كتجي سهلة وتبارك الله شتو البارح درت كوكوت والله ما شرب كاملة شربناها تيتيش كتصرع الشوربة تبارك الله عليها تبارك الله عليها شنو الحريرة رشيدة هي مسكينة أنا قومتها وصيبتها راني مقابلة على علامات تبارك الله وإن شاء الله الفيديو الجاي غتشوفوا الشوربة إن شاء الله ديال تيتيش إن شاء الله يا ربي إن شاء الله كاع الحاجة اللي طلبوها مني تبارك الله الشوربة والكيكات الله يعطيها الصحة. خصنا نشاركوا مع المتتبعين شي كيكة في هذا رمضان هذا. إن شاء الله حتى حاجة ما كتخفى عليهم، غير أنا من واحد النوع اللي كيعجبني تنوض الكوزينة، واخا ما يكونش متوفر كلشي ديري شي حاجة، تخلقي من والو، تخلقي شي حاجة. داكشي اللي كاين والله القسم معقولة. وبما تسالي حفصة إن شاء الله يا ربي هادو راكم شتو الطريقة كيفاش كدير طيبهم. أييه. بما تسالي إن شاء الله نوريكم الطريقة كيفاش كدير طيبهم. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي. كاين شي ما تضيفي يا حفصة؟ لا خويا المهم حقهم المتتبعين ديالنا معنا تنوريهم الطريقه ديال الطياب ان شاء الله. تيتيش كاين شي ما تضيفي؟ لا لا اضافه اي انا نقول المتتبعين تابعونا حتى الاخر. ولا نضيف لهم شي حاجه؟ ضيف كنحماق عليكم المتتبعين ديالنا الله يخليكم لينا يا ربي وكنموتوا عليكم وكنحماقوا عليكم وخليكم معنا بما تصالح حفصه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. هانتوما حفصه راه داكشي في التقنيه. الله يرضي عليك الله. يعطيك الصحة. نعم انت. شي تبارك الله جاي غزال. اجيو حلوين من يدها. ربي يخليك. يا حصة. انتم المتبعين ديالنا راه جربت الأولى وهذه الثانية. لا تبارك الله داكشي جاي زوين غزال. انتم المتبعين داكشي عامر ناضي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتسمحوا لي وشكرا لكم. طبيعي غيقبلوا عليك يا حصة تبارك الله عليك. نشارك معكم واحدة أخرى. أييه. كنقرصوها على الوجه اللي جمعناها منها باش كنتاكدوا انها ما غتحلش لينا. اييه بارك الله عليك اودي حصان عندي ما يسلك حمرتي لنا وجهنا قدام المشاهدين الله يرحم حفرت حمرتي لنا وجهنا حصا قدام المشاهدين ياسين معصب كنت تقول حفرتي لنا يا واحد سبحان الله اللي ميت له تبارك الله داك الشيء زوين زوين جايين في الليل اخطر المتتبعين هادو باش يشوفوا ها انتوما كيجيو غزالين راه حرقاتني انت تيجي لي فضوليا والله انا عجبوني حيت بغيت نشوف ها انتوما تيجيو في النيل خيمرات معمرين في النيل تبارك الله زوينين شوفوا هذه جات ذهبيه غزاله شوفوا على الوين
تبارك الله ما شاء الله هادشي زوين بزاف كيجي واعرين هادي تهدينا عليها باش نوريوها للمتابعين ديالنا يسمحوا لنا ماشي مشكل صراحه اختي حطها على طياب زوين كنرتاح في اي صح اللي حطتها طرميه ان شاء الله باش نشاركوا مع المتابعين كلشي صراحه درت واحد شويه الزيت هنايا ها هو هذا باش كتحمر اييه هذا الشوكولاته الله يجزاك زوين مزال فين يا اختي رشيدة؟ ها هي رشيدة رشيدة شنو جبتي لنا اختي؟ ها الخبز ديالي اييه المخمرة اللي طلب عمي الله يعطيك الصحة اختي رشيدة داكشي زاد مزال المخمرة كبيرة بالزبدة هذيك راه الزبدة اللي فوق منها هذا الخبز اللي كان مرصد رشيدة مسكينة ديما كتوجدو والحريرة خلاص واجدة راه حطيناها فوق الطبلة ان شاء الله الله يعطيك الخير اختي بصحة فطوركم وشكرا لكم بزاف ومع السلامة لا يخطيك اختي رشيدة سمحي لينا رشيدة عكفات لي بعد الموقف دارت لي واحد الخبزة استرات عليا على هذيك اللي نزيد له اي بعدا باع عمي شنو قال لك حفصة؟ قال لي ديري لي ديرها لي عامرة غير بالكبسة ما ديريش فيها هذاك الخضرة اللي درتي وانا نزيد عرفتي يوما غيخليها عليك لا لا استرات رشيدة الجرة ان شاء الله ما يخلي والعزيز عليك عطي الروح ديالو حفصة والله العظيم قسلو اللي تقسلو ما تقسلوش حفصة اه عزيزة هيا شنو حفصة الخبيزة ديالنا تبارك الله طاب داكشي تحمر من الوجه كيف شرا كتحلي الحوت ها هو هذا هذا قريب قريب يسالي هانتوما راه قال لك عمي ضروري ما تحمروش ايوا الله يعطيكم الصحة راه عرفتي شنو يدير نفسه انا عاد غنعطي ليمون قال لك قال لك حسن انا فيا العطش دابا تحضري لي عطش ويلي انا ما بغاش هذاك ديال لافوكا بالنسبه لك يكون قدام وتيكون عطشان بصراحه الليمون حس ليه من لافوكا ولا كوكيلا العاديه تغيير اه صراحه الله يسمح لنا منكم يا ربي تسمح لنا منكم وصافي ايوا قولوا للمتابعين ديالنا مع السلامه يا رب السلام عليكم يا متابعين ديالنا وضعوا هنا كي جاكم طياب حصى ضروري ضروري انتوا اللي ديالكم يا حفصه غيكون بحال خياطتي تيتي شو رشيده غيتخ ما غيتخ ان شاء الله غنعيشو في دار وحده صافي ان شاء الله كلشي داكشي اللي كاين اختي رشيده يلاه مع السلامه متابعين ديالنا الى الفيديو الجاي ان شاء الله